كلنا صدقنا ان الجيش المصري ده بتاعنا، وهو اخويا واخوك وعمي وعمتك وخالتي وخالتك. يا جماعة انتوا ده الجيش، انتوا بتتكلموا عن الجيش المصري مش بتتكلموا عن اتجاهات احترامنا الكامل ليها. لا، في فرق كبير قوي يا حضرات ما بين جيش مصر وجيوش اخرى. لا، عيب عيب عيب. في حين ان ضباط العسكر انفسهم قالوا ان هذا ليس جيش مصر بل هو جيش للحاكم، وانهم مجرد ضباط مرتزقه يقتلون باجر. طبعا بعتبر ان هو مش جيش مصري. ونبدا باعترافات العسكر انفسهم في عهد محمد علي باشا، هل كانوا يرفعون في المعارك علم مصر؟ لا طبعا، انما كانوا يرفعون رايه مكتوب عليها محمد علي. أما يبقى شرط الإشارة أو العلم اللي الجندي بيستشهد عشان يرفعها مكتوب عليها اسم محمد علي ومش مكتوب عليها اسم مصر؟ يعني ما هواش استحدث راية معينة لينا كمصر؟ لا، هو استحدث راية معينة لي كمحمد علي. أجدع. وعندما كانوا ينتصرون هل كانوا يقولون النصر لمصر؟ لا، بل كانوا يقولون النصر لأفندينا. أما الجنود يتساءلوا بينهم وبعض، إحنا بنحقق ده لمين؟ النصر بتاع مين؟ النصر ده بتاع مين؟ يعني النصرة لما يكسبوا، حضرتك كنت كاتب في الكتاب إنه بيقولوا النصرة لأفندينا. أما إذا دققنا في تركيبة قوات العسكر آنذاك فنكتشف أنهم ليسوا من أبناء الشعب المصري المسلم. فمحمد علي نفسه أصدر قرارا لابن إبراهيم باشا بأن لا يسمح بأن يترقى أي من أبناء المصريين إلى رتبة الضابط نهائيا، وقال له إن هؤلاء المصريين هم خطر علينا ولو بعد 100 عام. يجب أن يكون معلوما يا بني أن ترقية العربي إلى رتبة يوزباشي سوف تكون خطرا على مصير أسرتنا ولو بعد 100 عام. بل إن فكرة تجنيد المصريين الموجودة في الجيش حتى الآن نجد أن محمد علي لجأ إليها حتى لا يؤدي ذلك إلى مقتل أبنائهم من الأتراك والألبان والجراكسة. كتب إلى أحمد باشا طاهر مدير مديرية جرجة سنة 1822، من الواضح أننا نرسل قواتنا بقيادة أبنائنا إلى السودان ليجلبوا لنا السود لنستخدمهم في مسألة الحجاز وخدمات أخرى مماثلة، إلا أنه لما كان الأتراك من جنسنا ويجب أن يظلوا قريبين منا طول الوقت ولا يرسلوا إلى هذه المناطق البعيدة أصبح من الضروري جمع عدد من الجنود من الصعيد. وتعالوا نشاهد شريحة الضباط في قوات العسكر آنذاك، كانت من أبناء المماليك الذين أسرهم محمد علي بعد أن ذبح آبائهم في مذبحة القلعة. مذبحة القلعة الشهيرة دي، هي كل مملوك من دول ده أمير عنده مماليك تابعين ليهم، اللي فضل منهم اتجند في جيش محمد علي كضباط. ده دلالاته خطيرة جدا، هم مماليك محمد علي، يعني فعلا اشتراهم او سباهم، يعني اثرهم. والاكثر من ذلك انه لما تناقص عدد ضباط قوات العسكر انذاك بسبب المعارك في سوريا والاناضول، محمد علي رفض ان يرقي المجندين المصريين الى رتبة الضباط، وقام بتحويل الاسرى الاتراك من أسرى إلى ضباط في قواته، وفقا لما جاء في وثائق قوات العسكر الموجودة حاليا في دار الوثائق القومية. وهؤلاء الأسرى الخونة قبلوا أن يعملوا في جيش محمد علي لأنه كان يعطيهم رواتب مضاعفة عما كانوا يحصلون عليه في الجيش العثماني. وبعد وفاة محمد علي باشا وإبراهيم باشا أصبح الرجل الأول في قوات العسكر والقائد العام لقوات الجيش هو الضابط الفرنسي المسيحي جوزيف انتلمي المشهور باسم سليمان باشا الفرنساوي، والذي تناولنا قصته في حلقة سابقة عن التأسيس المسيحي لقوات العسكر، وظل قائدا لقوات العسكر حتى وفاته بعد سنوات عديدة. واستمر نظر ضباط العسكر إلى أنهم مجرد جيش للحاكم حتى عهد الخديوي إسماعيل، فأرسل له أحد الضباط يطلب زيادة راتبه وقال له هل يرضيك أن يكون الضباط في جيش مصر؟ لا، في جيش أفندينا تكون شراباتهم مقطوعة. إن شفت وثيقة ضابط من الضباط بيوري له شرابه المقطع، بيقول له هل يليق
أن يكون هناك ضابط في جيش أفندينا وبهذا الشراب. وفي عهد الخديوي سعيد سمح للمصريين من أبناء العمد ومشايخ القرى وأعيان الريف والمدن بأن يترقوا إلى رتبة ضباط، وكان منهم أحمد عرابي. يجب أن يكون معلوماً يا بني أن ترقية العربي إلى رتبة يوزباشي سوف تكون خطراً على مصير أسرتنا ولو بعد 100 عام. إلا أن محمد سعيد باشا الابن الأصغر لمحمد علي خالف هذه النصيحة على طول الخط ونزع لتمصير الجيش على نطاق واسع، ما ساعد عرابي على بلوغ أعلى المراتب العسكرية في زمن قياسي. وذكر ذلك أحمد عرابي في مذكراته وشرح كيف أن ذلك أثار استياء قادة العسكر آنذاك. ومكثت برتبة القائم مقام 19 سنة وأنا أنظر إلى اليوزباشية والملازمين الذين كانوا تحت إدارتي، وقد صار بعضهم أمير لاي وبعضهم أمير لواء وبعضهم أمير الأمراء. في عام 1935 أنشأ الإنجليز جيشا جديدا جمعوه من أبناء المصريين، وكان ذلك بمناسبة اقتراب الحرب العالمية الثانية، وخرج من هذا الجيش ضباط العسكر أبرزهم جمال عبد الناصر ومحمد نجيب والسادات الذين شكلوا التاريخ المعاصر لمصر الآن. جلالة الملك يقصد فورا إلى خزان المياه الذي يرفرف عليه العالم المصري والذي كان يستعمله الصهيونيون في المراقبة لأعمالهم الحربية، حيث استمع جلالته إلى شرح اللواء المواوي بيك للمعركة دير سنيد وخطة مهاجمتها وكيف تم لجيش الفاروق النصر والاستيلاء على هذه المستعمرة العنيدة التي أضحت أطلالا دارسة. ويروي لنا الضابط محمد حافظ إسماعيل الذي عمل مع جمال عبد الناصر ثم مستشارا للأمن القومي في عهد السادات، يروي في مذكراته لنا كيف أنه في الكلية الحربية لم يكونوا يعلمونهم الولاء لمصر، إنما كانوا يعلمونهم الولاء للمالك. وعندما شرع الإنجليز في إنشاء هذا الجيش من أبناء المصريين، هل أي واحد كان معدي في الشارع يروح يقدم في الكلية الحربية؟ طبعا لا، كان في شروط محددة، بل الإنجليز أنفسهم هم الذين شكلوا اللجنة التي اختارت هؤلاء الضباط كي يلتحقوا بالجيش. طبعا كان من شروطها ان يكون موالي للانجليز. ما كانش دخول الكليه الحربيه الا بواسطه، وكان من ضمن اللجنه واحد اسمه تيت بي اللي هو راجل انجليزي كان بيتولى برضو الامر في الشرطه. حكم دار العاصمه برضو كان اجنبي، كان انجليزي. يعني احنا نفهم من كده عفوا ان الشرطه المصرية أو جهاز الشرطة والكلية الحربية في فترة الثلاثينيات حينما تقدمت في سنة 35 أو 36 أيوة، كان البريطانيون يسيطرون عليه. يعني احنا لما دخلنا المدرسة الحربية كان كبير المعلمين كان انجليزي كان اسمه ثوربورن بي. وللأسف لم يفرج العسكر عن أرشيفهم عن هذه الفترة حتى الآن رغم أنها من عهد الملك، لنعرف ما هي الأسئلة التي كان يوجهها الضباط الإنجليز واللجنة الإنجليزية لأبناء المصريين المتقدمين لهذه اللجنة. ولكن قياسا لدينا لجنة روسية كانت تختار ضباط في جيش عربي هو جيش اليمن، كانوا يختارون من يصلحون لأن يكونوا ضباطا في هذا الجيش. هل كانوا يسألونهم شيئا عن إسلام، عن سيدنا محمد، عن عمر بن الخطاب؟ لا، بل كانوا يسألونهم عن اليهودي لينين الشيوعي الملحد مؤسس الاتحاد السوفيتي والذي قتل ملايين المسلمين. وشكلنا آنذاك لجنة قبول في كلية المركز التدريبي، وعين علي عبيد رئيسا للجنة، وكنا نحن المستشارين السوفيت أعضاء فيها. كان عدد الراغبين في الالتحاق بالجيش أكثر من اللازم، كانوا عبارة عن جلد وعظم، وأخذوا يأكلون بشراهة. بعد ذلك فقط بدأنا بامتحانات القبول، فمثلا كنا نسأل لماذا تريد الالتحاق بالجيش؟ كانوا يجيبون من أجل الدفاع عن حريتنا وحرية بلدنا. بعدها كنا نمدحهم، ووجهنا إليهم أيضا الأسئلة التالية: من هو فلاديمير لينين؟ كانوا يعرفون ذلك جميعا ويجيبون: لينين هو زعيم الثورة العالمية. كنا نمدحهم من جديد: عفارم، تعرف كل شيء. والآن من هو سالم ربيع علي؟ كانوا يجيبون أنه قائدهم الثوري. أهذا ما تسميه بالامتحان الصعب؟ نعم، امتحانات صعبة.
وتعالوا نشاهد أبرز الأسماء التي اختارها الإنجليز للالتحاق بالجيش آنذاك. أبرزهم جمال عبد الناصر، أبوه خريج مدرسة أمريكية تبشيرية تنصيرية وفقا لما جاء في موقع الرئيس جمال عبد الناصر، وهذا الكلام رواته ابنته. وجمال نفسه كان ابن حط اليهود متربى في وسط اليهود. أيضا الضابط محمد نجيب، أبوه كان يقاتل تحت راية الصليب الإنجليزي مع الجيش الإنجليزي المسيحي كي يسهل لهم استعمار السودان ويقتل أبناء الشعب السوداني المسلم. وأبو أمه اللي هو جده لأمه كان يقاتل أيضا مع الجيش الإنجليزي وقتل مع الجيش الإنجليزي. يعني أبوه عميل وجده عميل، يعني أبوه عميل للإنجليز، متجوز بنت واحد عميل برضه للإنجليز. كان أبوه ضابط في السودان، تزوج ابنة ضابط مصري في الجيش المصري في السودان اسمه الأميرالاي محمد عثمان بيه، وبعدين دخل معهد متوسط اسمه معهد غوردون. الضابط أنور السادات أبوه كان شغال مع الإنجليز، وذلك وفقا لما جاء فيه مذكراته هو، وقال إن الذي أدخله الجيش هم الإنجليز أنفسهم. سادات whose father worked for a British army doctor made application. My father was his chief clerk, so my father seeked his recommendation, and in my file you shall see that I was recommended to the military college by a senior British officer. That must have been one of the only times a British officer recommended you for anything, wasn't it? Quite right. Mm-hmm. they must be sorry for it. والضابط حسين الشافعي، وهذا كان وزير حربية للعسكر ونائبا لرئيس الجمهورية، وهذا خريج مدرسة تبشيرية فرنسية. درست في مدرسة الفرنسية التي تدعى مدرسة الفرير، ومن الغريب أن اسم هذه المدرسة تسمى باسم القديس لويس. والضابط عبد الحكيم عامر، وهذا خاله كان عميل للإنجليز. الفريق حيدر باشا وزير الحربية في عهد الملك لمدة 7 سنوات، وكان الملك متمسك به دائما. وخاله هذا العميل الإنجليزي هو الذي عاقب لعيبة الأهلي عندما ذهبوا إلى فلسطين وأقاموا مباراة هناك. وضباط العسكر أنفسهم في الخمسينات والستينات اعترفوا بأنه لم يكن لهم ولاء لمصر، إنما كان ولاءهم لمين؟ لقائدهم عبد الحكيم عامر. إن كان القيادات أساسها الولاء، والولاء لمين؟ أصل الولاء إذا كان الولاء لمصر فهذا مطلوب من كل واحد، إنما الولاء لفرد مختلف. الولاء لمصر والوطن شيء، والولاء إلى شخص الحاكم أو شخص القائد شيء آخر. يعني حتى الولاء لم يكن لعبد الناصر وإنما كان لعبد الحكيم. الولاء بتاع القيادات العليا كلها كان أساسا لعبد الحكيم عامر. وسبب ولائهم لقائدهم عبد الحكيم عامر هو إنه كان يرشيهم بالفلوس، وكان يأتي لهم بالعاهرات والرقصات، ويأتي لهم بالخمرجية والحشاشين ونشر الخمر بينهم. فطبعا كان ولائهم لمزاجهم ولشهواتهم وليس لمصر. ويحاول إيه يعني يبقشش على من حواليه، الانتراج بتوعه يعني بالرتب وبالامتيازات وبالرتب وبالمكافآت المالية وبالسفر إلى لندن لعلاج أو لمش عارف أو لفسحة أو خلافه. غالبية الضباط والجنود بتكتسبهم مثل هذه الخدمات. يعني كان أي واحد يستطيع أن يصل إلى عبد الحكيم عامر ويطلب منه أي طلب يبقى حيجيبه. واحد لواءات العسكر في ذلك الوقت كتب قصيدة عن من أسماهم جند مصر، لا إنما جند عامر، جند عبد الحكيم عامر. أنا عاوز أقول بقى إن السلال هو قائد الثورة اليمنية، فقلت إيه؟ واستنصر السلال ناصر شعبه حصن العروبة قاهر الأعداء، فأتته آساد الشرى في جحفل قد سد وجه الأرض والجوزاء. هم جند عامرة أقبلوا بعزائم أعتى من الإعصار والأنواء. ولما وقعت النكسة والعسكر ضيعوا سيناء من مصر، ضباط العسكر لم يكن يهنيهم ذلك، إنما خرجوا ثائرين ضد جمال عبد الناصر لأنه عزل قائدهم عبد الحكيم عامر. أقول لك إن كان في عربيات مدرعة
اللي هي كانت في شرطة الحراسة اللي كانت في الحلمية في بيت الحلمية. نعم. بتاعت المشير فجت وماشيين يهتفوا جم قدام بيت عبد الناصر وهم ماشيين لا قائد إلا المشير لا قائد. كمان عبد الناصر حصل له نوع من الاهتزاز إيه ده. وضباط العسكر في هذه الفترة لم ينتموا لثقافة الشعب المصري المسلم، يعني الشعب المصري يصلي يصوم يعرف ربنا، لكن هؤلاء كل همهم المغنيات والرقصات. بل ان امرأة انور السادات لما حبت توصف انتماء زوجها قالت ان هو من بتوع مصر، لا قالت انما ان هو من بتوع عبد الناصر. انت اشرت في كتابك ايضا في صفحة 303 ان الناصريين كانوا يكرهونك، لماذا؟ والله انا مش عارفة الحقيقة، في مؤشرات كانت كتيرة جدا لدرجة ان انا بقيت حزينة لان احنا بتوع عبد الناصر. ان جمال عبد الناصر كان زعامة كبيرة جدا، انور السادات كان لابد له يقول له صحتك يا ريس خد بالك منه نفس، ويقعد على البلاج يضحكه ويسليه. وعبد الناصر استراح له، والفترة من 67 لسنة 70 لوفاته كان عبد الناصر يقضي أوقات كثيرة في بيت أنور السادات في الهرم. أما الجيش المصري المسلم في حرب أكتوبر فسنخصص له حلقة في القريب العاجل، لأن هذا هو الجيش المصري الوحيد طوال 200 سنة. وبعد اتفاقية كامب ديفيد أصبح ضباط العسكر يذهبون إلى أمريكا يتعلمون هناك الخمور ونمط الحياة الأمريكي والأكل المسيحي، ثم يعودون إلى مصر بعقيدتهم الأمريكية ويقومون بالعمل على نشر هذه العادات السيئة بين الشعب المصري المسلم. في عهد الحاكم العسكري مبارك أيضا ضباط العسكر كان ولاءهم ليس لمصر إنما ولاءهم لشخص مبارك فقط، وهذا ما عبر عنه السيسي عندما قال لمبارك سنظل جنودكم الأوفياء. فإني أعاهد الله والوطن وسيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعاهد سيادتكم أنني وجنودكم الأوفياء في إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. أنا فاكر لما جه مبارك يشيل أبو غزالة فأنا بأبدي مخاوفي لأخي الكبير وحبيبي الراحل الدكتور أسامة الباز، قلت له دكتور أسامة الراجل ده بينتحر، حد يشيل قائد جيش كده باستخفاف وراجل قائد جيش له شعبيه؟ قال لي ورب الكعمه ما انت فاهم حاجه. قلت له ازاي؟ قال لي تعرف لو شالوا حط باسل ابني، باسل ده كان 9 سنين مكانه ما حد هيفتح بقه، مصر اللي قاعد على الكرسي. ولا اعتقد وزراء الخارجيه المصريين جميعا الذين خدموا الرئيس مبارك كانوا يعملون كوزراء خارجيه ولا يشاركون بشكل متعمق في الأوضاع الداخلية. وإعلام صليبي متعصب حقد على الشعب المصري المسلم سماه جيش طنطاوي وجيش السيسي، مفيش حاجة اسمها جيش مصر أصلا. في زمن الجيش طنطاوي كان بيدلع ويطبطب. ده صحيح. جيش السيسي، وأرجوك إنك تغفر لي إن أزن التعبير، لأن أنا ده لازم أقول جيش مصر ما اقولش جيش السيسي، انما انا بستخدم رمزيه القاده الاعلى. واهالي الضباط واهالي المجندين يدركون ان ابنائهم ليسوا في خدمه مصر بل في خدمه الحاكم وهو حاليا السيسي، لذلك كل ما مجندين يتقتلوا او ضباط يتقتلوا ابائهم وامهاتهم يروحوا للسيسي ويقولوا له ايه؟ كلنا فدا مصر؟ لا طبعا، كلنا فدا السيسي، كلنا فدا. احنا فداك كل فداك والله، احنا فداك وابني فداك وانا فداك وكل الدنيا فداك والله، ده انت حسبنا الله ونعم الوكيل محترم، واحنا كل عاوزين نشدك على دماغك. بس انا عايز اقول لك ان ده، انا هقول لك حاجه تصدق وتؤمن بيه، يا ريتني كنت انا يا اخي. كلنا فداك والله العظيم، كلنا فداك والله، يا ريت كنت كلنا فداك برضه مش هنمر ولا اقف قدامكم كده يا ريت كنت انا ولا اقف قدامكم كده. كلنا فداك ثلاث هيناموا مرتاحين لما الكل يدور على حقه. ايوه كلنا فداك لما الكل يدور على حقهم، انت احنا وانتم وكلنا احنا وانتم كلنا فداك. وهذا يفسر لنا لماذا قام أهالي ضباط مديرية أمن الدقهلية عند تفجيرها قاموا برفع صور السيسي في جنازاتهم، لأنهم يعلمون أن أبنائهم الضباط وأمناء الشرطة
ماتوا فداء للسيسي ومن أجل السيسي. كان في مصر لا خوفهم ولا هددهم. وما يدلل على أنه ضباط العسكر ليسوا من الشعب المصري المسلم هو أنه مسموح لأبناء الرقصات أن هم يكونوا في الجيش، مسموح لأبناء الحرامية وتجار المخدرات بتوع الحزب الوطني أن يكونوا ضباط في الجيش، لكن ليس مسموحا لأي شاب مصري في واحد من عيلته بيصلي الفجر أن يدخل ضابطا في الجيش. إحنا كان نظامنا في الاختيار في كلية الشرطة أن لو كان واحد من أقربك للدرجة التامنة حتى بينتمي لأي فصيل للتيار الإسلامي أو الإخوان كان بيرفض، بيخش كلية أصلا. ومسموح للمسيحيين أن يكونوا ضباطا في الجيش، لكن ليس مسموحا لأبناء من يصلون الفجر أن يدخلوا الجيش، حتى أن حفاظ القرآن الكريم يقومون بتقصير مدة خدمتهم التجنيدية. السؤال هو متى يصبح العسكر هم الجيش المصري؟ لما يكون ولاءهم لمصر وللشعب المصري المسلم اللي قاعد يعلفهم ويأكلهم وبقوا زي العجول من خير الشعب المصري ومن فلوسه، وليس ولاءهم للحاكم ومجرد مرتزقة في يده لقتل أبناء الشعب.